السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته على قناتكم ثقافة ومنوعات. في هذا الدرس بإذن الله سوف نقوم بإضافة نهاية فيديو احترافية على عكس السابق. أصلا أنا كل ما أقوم بأي شيء أشاركه معكم أول بأول، فالقناة على اليوتيوب أصبحت من أولى أولوياتي في العمل في هذا المجال. نفتح السوني فيجاس بهذا الشكل، سوف تحمل ملف تجده بهذا الشكل، تقوم بفك الضغط عنه من خلال الضغط بالزر الأيمن للفأرة وتفك الضغط عنه لينتج معك الفيديو بهذا الشكل. كما تشاهد معي هنا أفتح السوني فيجاس، بعد أن أقوم بفتح السوني فيجاس أتي إلى فايل وأوبن وأختار الملف بهذا الشكل وأضغط أوبن. بعد أن أقوم بهذا الأمر كل ما عليك فعله كما تشاهد معي هنا بهذا الشكل ويفتح معك فيديو. تستطيع على سبيل المثال أن تقوم بوضع فيديو في هذه الخانة والفيديو يكون شغال وتترك الصوت والصورة بهذا الشكل، ولما لا حتى تلعب على الفضول للمشاهد، تقوم بوضع جزء جيد من فيديو سابق حتى تدفع المشاهد ليتطلع إلى مشاهدة ذلك الفيديو، وهكذا تكون قد جلبت ترافيك إلى الفيديو الخاص بك. فايل، بعد ذلك أتي إلى رندر أس، ربما سوف أقوم بعمل رندر لهذا الملف على سطح المكتب. فتح العمل وانتهينا. أقوم بعمل import media حتى تفهم علي ماذا أريد أن أقوم. أفتح هذا الملف بهذا الشكل، بعد ذلك import media desktop وأفتح الملف بهذا الشكل حتى أشرح لك ماذا أريد، ماذا أقصد بالضبط. أتمنى أن تكون الحلقة واضحة، أتمنى أن يعجبك الموضوع. شكرا على حسن المتابعة وألقاكم في حلقة جديدة بعد قليل في قسم الفوتوشوب. سلام.